السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناتنا. إذا اليوم أنا جبت لكم كلية تمهيد تاع الدرس الأول تاع الرياضيات في السنة الأولى الثانوي تاع جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. إذا هذا الدرس الأولاني هو المجموعات الأساسية للأعداد، اللي هي كما نعرفوا بلي الأعداد تنقسم إلى مجموعات: أعداد ناطقة، أعداد طبيعية، أعداد حقيقية، أعداد عشرية وغير ذلك. إذا اليوم حندرسوهم وبالرموز تاعهم. إذا عندنا في المجموعة الأولى تاع الأعداد هي الأعداد الطبيعية، هي أعداد الطبيعية. الأعداد الطبيعية هذه نرمز لها بالرمز تاع ان. شوفوا كيفاش حنديرو، حنديرو دوائر. عندنا كل مجموعة كل مجموعة زعما تكون صغيرة، من بعد تدخل في المجموعة. عندكم فهمكم كيف؟ عندنا المجموعة الأولى اللي هي ان، يعني هي واحد، هي زوج، هي ثلاثة، هي ربعة، هي خمسة وغير ذلك. ليسونسييل ما تكون ني سالبة ني عشرية ني على شكل كسر ني والو، تكون ما وأصغر قيمة فيها هي الصفر. تسمى تكون من الصفر، واحد، زوج، ثلاثة، وكمل إلى ما لا نهاية. هدا ما كانوش يكون فيها. ومن بعد باش تجي موراها المجموعة اللي أكبر منها اللي هي الأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة هذه هي الأعداد الصحيحة، نرمز لها بالزاد. الأعداد الصحيحة هذه وشنو هي؟ هي يعني الأعداد الطبيعية. ونسيت باش نقول لكم الأعداد الطبيعية دائما تكون موجبة، جامي ما تكون سالبة. الأعداد الصحيحة باغ كونطخ، الأعداد الصحيحة هي الأعداد الطبيعية زيدي لها إشارة الناقص. هي الأعداد الطبيعية وحدهم وزيدي أعداد طبيعية زيدي لها إشارة ناقص، يعني الأعداد السالبة والأعداد الطبيعية بدون فاصلة بدون كسر بدون أي حاجة. يعني تكون من ما لا ناقص ما لا نهاية، ناقص ثلاثة، ناقص زوج، ناقص واحد، صفر، بعد واحد، زوج وغير ذلك. هكا تكون ما يكون كاين ني كسر ني والو. نروحو دوكا عندنا الاعداد العشريه، اصبروا نكتبها لكم هنا. تكون الواحد، الزوج، ناقص واحد، ناقص زوج، ناقص ثلاثة، ثلاثة، هادو هما. دوكا عندنا المجموعة اللي أكبر منها اللي هي الأعداد العشرية. وكل عدد طبيعي هو عدد صحيح، ما بصح ماشي كل عدد صحيح هو عدد طبيعي. كاين عدد صحيح هي عدد طبيعي اللي هي واحد، زوج، ثلاثة، أربعة. بصح جام ما يكون ناقص واحد، ناقص زوج، ناقص ثلاثة من الأعداد الطبيعية. دوكا عندنا الأعداد العشرية. الأعداد العشرية وشنو؟ هذه لازم المقام تاع تكون كل أعداد عشرية عبارة عن كسر. وباش نعرف بلي أعداد عشري لازم يكون المقام تاعو عبارة عن اثنين أس عفسة في خمسة أس عفسة. المقام تاعو لازم يكون هكا جوغ دي شيفريوه، زعما دوك مع هاد التطبيق هدايا نفهمو تخي تخي بيان. ليسونسيال العدد العشري ما لازمش يكون زعما صفر فاصل واحد خمسة 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 خمسة، هذا لا لا، هذا عدد غير عشري، ماشي عشري هذا العدد. العدد العشري 1.4، 2.7، هادو هما الأعداد العشرية. إذا وكل عدد صحيح هو عدد عشري، تسمى وإذا كان العدد عدد طبيعي تسمى هو عدد صحيح وعدد عشري، وإذا كان العدد غير طبيعي مصح صحيح هو عدد عشري أيضا،
سمعنا 2.7، عندنا ناقص 2 باسكو ايضا عبارة عن ناقص 2.0، عندنا تاني واحد لخت هو عبارة عن 1.0 وغير ذلك، لي هما يعني اعداد عشرية. نروح دوك اللي موراه اللي هو الاعداد الناطقة. ها الاعداد الناطقة هذه وشنو هي؟ هي عبارة عن كسور، كسور يعني تقدر تكون عشرية، تقدر تكون صحيحة، تقدر تكون طبيعية. زعما ماشي كل عدد ناطق معناتها عدد عشري، ولا معناتها عدد صحيح، ولا معناتها عدد طبيعي. ديجا كاين باش كيما عندنا زعما 13/5، 13 هادي على 5 عدد عشري ولا عدد طبيعي؟ عدد عشري ولا عدد ناطق؟ هادي عدد عشري، وعلاه؟ باسكو عندنا المقام 5، والمقام 5 واش معنتها؟ معنتها 2، 2 أس 0 في 5 أس 1. واش معنتها 2 أس 0؟ 2 أس 0 معنتها 1 في 5 أس 1 اللي هي 5، وتعطينا 5، وها هي 5. تسمى معنتها عندنا هنا تاني الدوكا عندنا الأعداد الناطقة Q، عندنا زعما كيما 13/5 عدد ناطق، عندنا أربعتاش على تمانية، على تمانية عندنا تاني أعداد غير عشرية. كاين أعداد تاني غير عشرية كيما تمانية، تمانية على 7، 7 هادي ما نقدرش نحولوه للشكل، عاد الشكل المقام تاعو لشكل 2 اس في 5 اس، ما نقدروش. وكاين واحد اخرين. نروح دوكا للاعداد الحقيقيه. الاعداد الحقيقيه هادي شنو هي؟ جميع الاعداد، الاعداد الحقيقيه، وهي اكبر حيز تشمل تشمل هادو قاعيتك، وتشمل تاني بي، تشمل جدر اتنين اللي عندهم قياسات مضبوطة، وتشمل الاعداد، تشمل تاني الاعداد الناطقة، تشمل الاعداد العشرية، وتشمل الاعداد الصحيحة والطبيعية، تشملهم قاع. يعني الاعداد الحقيقية كل عدد يدخل في ضمن الاعداد الحقيقيه ايضا. واش نستنتجو منها؟ بلي الاعداد الطبيعيه هي نفسها، ماشي نفسها، الاعداد الطبيعيه تنتمي الى الاعداد الصحيحه، والاعداد الصحيحه تنتمي الى الاعداد العشريه، والاعداد العشريه تنتمي الى الاعداد الناطقه، والاعداد الناطقه تنتمي الى الاعداد الحقيقيه. تسمى هذيك لي سلسله، ها هي دوك نكتبها لكم. عندنا n تنتمي للزاد، والزاد تنتمي للدي، والدي تنتمي للكو، والكو تنتمي للآخ. دوكا واش راح نديرو؟ راح نحلو تمرين باش نزيدو نفهمو اكثر. هاد التمرين هو النشاط الأول، صفحة 2 من الكتاب المدرسي. نجيبو بغويون قدامنا باش نديرو الطريقة تاعنا. عندنا أول عدد اللي هو ناقص 493/29. ها هذا لازم نفككوه باش نعرفو. ديجا في البدايه ما راهوش طبيعي، ما راهوش طبيعي، وعلاه؟ باسكو فيه سالب، فيه سالب، دونك ما راهوش طبيعي.
ثانيا اسكو حقيقي لازم حتى عفوا اسكو صحيح لازم حتى نحسبوه نشوفوا شحال يعطينا العدد في الاخر باش نعرفوا اسكو حقيقي صحيح. ها هي نحسبو نديرو ناقص 493 قسمة 29 تعطينا ناقص 17. ناقص 17 هادية وشنو لو كان نحو الناقص هادي حيولي عدد طبيعي بصح عندنا ناقص دونك ما حشنا جوغ ما حشنا نكلاسيوه مع الاعداد الطبيعيه بصح يولي عدد طبيعي زائد الناقص هذه واش معناتها انه عدد صحيح وبما انه عدد صحيح تسمى حيكون عدد عشري حيكون عدد ناطق وحيكون ثاني عدد صحيح بالطبع تسمى راح نكوشيو هذه وهذه نروحوا للعدد اللي موراه اللي هو 12 على 5 هذه في البدايه نشوفوا اسكو طبيعي نقسمه يعطينا 2.4 دونك ماشي طبيعي باسكو فيه الفصيله دونك ماشي طبيعي ومادا فيها الفصيلة تاني تسمى ماشي صحيح مي بصح راهو الفصيلة راهي تخلص هنا وان بليس كيفاش نعرفو زعما لو كان ما كانش عندنا كالكولاتريس كيفاش نعرفو اسكو هنا عندنا عشري مادام الفصيلة يتخلص في الربعة ما حاجة ما تجيش مع النهاية معناتها عشري بصح كيفاش نعرفو لو كان ما كانش عندنا كالكولاتريس شوفوا هنايا الخمسة هادي واش معناتها معناتها 2 و0 في 5 أس 1 وش معناتها 1 في 5 وش معناتها تساوي 5 تسمى 5 نقدر نديرو على شكل 2 أس في 5 أس هاكا معناتها عشري وما دام عشري هنا يعني حيكون ناطق وحيكون صحيح نروحو لي موراه لي موراه هو 10 15 على 10 أس 3 بون هنا بدون نظر شوفوا كي يكون عندك 10 أس اي عفسة اعرفو بلي عشري لازم نعرفو بلي عشري بس تخلص الفصيلة دونك حيكون هنايا في تاع عشري من صح هنا اسكو طبيعي اسكو صحيح اسكو نشوفو عندنا 15 قسمة 10 أس 3 بما انه عشري وهاي جينا 0.015 فيه الفصيلة دونك ماشي طبيعي فيها الفصيلة دونك ماشي صحيح من صح ما دام عشري تسمى ناطق و حقيقي نروحو دوكا لي موراه اللي هو 3 على 7 هادي وشنو كي نحسبوها تعطينا عدد الفاصلة تاهما لا نهاية ديجا مع الأول عنده فاصلة ماشي طبيعي عنده فاصلة ماشي صحيح عنده فاصلة ما لا نهاية دونك ماشي عشري و اون بليس هذا ما نقدوش نكتبوه على شكل 2 أس في 5 أس واش معناتها ناطق باسكو راهو ديجا على شكل كسر وثاني حقيقي نروحو اللي مورا لي موراه وشنو عندنا
13.023 ديجا راهو ماشي صحيح وماشي طبيعي باسكو فيهم فيه الفاصيله، راهو عشري صح باسكو الفاصيله ما تجيش هكا يمنا هنا ما كاش، تسمى راهو عشري، وما دام عشري تسمى ناطق وتسمى صح حقيقي. عندنا دوك العدد اللي موراه اللي هو 62 في 63 على 69. هنا ايش لازم نديرو؟ لازم نختزلو اكثر ما يمكن، كيما هنا زعما واش عندنا، عندنا 2 في 2 في 3 في 3 وهنا عندنا 9 في 9 يا وش يساوي معناتها 4 في 9 على 9 في 9، تروح 9 مع 9 باش تقعد لنا 4 على 9. هاي 4 على 9 تعطينا 0.44444، مش معناتها هاد 0.44444 هذا وش معناتها؟ معناتها عدد غير عشري، ما دام هنا برك غير عشري، ما دام لقينا برك بلي غير عشري معناتها امبوسيبل يكون طبيعي وامبوسيبل يكون صحيح، معناتها يكون ناطق برك وحقيقي. نروح دوكا الجدر 49، عندنا جدر 0.49 وش راح نديرو؟ هذا وش معناتها؟ معناتها يساوي 0 فاصل جدر جدر فاصل عفوا جدر 0.72 بس كشنا 0.72 يساوي 0.49. وش معناتها كي يكون كاين الاسنان يتنحى الجدر تسمى راهو 0.7 و 0.7 ما دام كاين الفصيله تما هو ماهوش طبيعي وما راهوش صحيح راهو عشري، وما دام عشري تسمى ناطق وحقيقي. هاك دوكا نروحو للجزء الثاني تاع الجدول، عندنا جدر 81 في 10 أس 6 جدر 81 في 10 أس 6 10 أس 6 ديجا بون، عندنا جدر 9 أس 2 في 10 أس 6 وش معناتها؟ تروح هادي مع الجزء تاع 9 تسمى يعطينا 9 جدر 10 أس 6 و 10 أس 6 هادي وش معناتها؟ هي عبارة عن 9 جدر 2 في 5 الكل أس 6 وش معناتها؟ معناتها هادية وش تقدر توليد بون تنقسم هادي عليهم في زوج من صح باش نديرو هاديك تاع أس 2 باش يتنحى الجدر، تولي 9 أس 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2 ست مرات باسكو راهي أس 6 مع من بعد تولي لنا هادية 2 أس 2 هادي 2 أس 2 هادي 2 أس 2 معناتها وشنو يخرجوا هكا جدر 2 أس 2 في 2 أس 2 في 2 أس 2 بون مازال ما دخلناش الخمسة في الوسط دوكا دوك باش ندخلوها ولا نقول لكم هاي 5 في 5 في 5 في 5 في 5 في 5 ست مرات ثاني تولي هكا هكا وهكا معناتها تولينا في 5 أس 2 في 5 أس 2 في 5 أس 2 ومن بعد واش تولي؟ تولي 9 يخرجوا كاع هادوما من الجدر، الجدر يروح كاع والأسس يروحوا كاع في 2 في 2 في
في 2 في 5 في 5 في 5. بعد دوكا تجينا سهلة نحسبوها بكالكيلاتريس نورمال. 9 في 2 في 2 في 2 في 5 في 5 في 5 تعطينا 9000. وتعرف هذا وشنو؟ مادام راه موجب تسمى هو عدد طبيعي وما فيش فصيلة وما فيش كسر وغير ذلك، ومادام موجب تاني وما فيش فصيلة تسمى راه صحيح، ومادام ما راه في زوج هادوما معناتها حكم الباقي كاع. دوكا نروحو العدد اللي موراه اللي هو جدر 4 على 121. لازم نختزلو تاني كيما عندنا دوكا جدر 121 تساوي 11 تسمى 120 تساوي 11 أس 2. معنتها باش تنحلنا الجدر وش عندنا؟ 2 أس 2 على 11 أس 2 هاكا. باش يروحنا الجدر نحيو الأس 2 ونحيولي لنا 2 على 11. عفوا كنت حبست لي لا فيديو، مي بون ما لقينا بلي 2 على 11 هي عبارة عن كسر، مي بصح عندنا 11 هادي ما تعطيناش عبارة على 2 أس في 5 أس، تسمى هو غير عشري مي بصح ناطق وحقيقي. نروحو لي موراه، عندنا ناقص 190 على جدر 2. هنا كيفاش حنديرو؟ في الديبي حنوحدو الجدر تعطينا ناقص 98 على 2. عندنا حنايا 98 على 2 تساوي 49، دونك ناقص 9 جدر 49. و 49 واش تساوي؟ اي ناقص 7 أس 2. من بعد واش تعطينا؟ ناقص 7، وناقص 7 ما راهوش عدد طبيعي باسكو فيه الناقص هادية، مي بصح هو عدد صحيح بما انه صح تسمى عشري وناطق وحقيقي. عندنا في الاخير هادية اللي هي عبارة عن متطابقة شهيرة باسكو عندنا 3 ناقص 2 جدر 2 في 3 زائد 2 جدر 2. هذه متطابقة شهيرة تاع A ناقص B في A زائد B، هذه هي. واش تولينا؟ تولينا A أس 2 ناقص B أس 2. تسمى كيفاش حنديروها؟ حنديرو 3 أس 2 ناقص 2 جدر 2 كلها أس 2. واش حجينا؟ تجينا هنا 9 ناقص ننشره تولي لنا 4 وهنا في 2، تسمى 9 ناقص 4 في 2 9 ناقص 8 9 ناقص 8 1. الواحد هو عدد طبيعي، عدد ناطق، عدد صحيح، عدد عشري باسكو راهو ديجا عدد طبيعي، بما انه عدد طبيعي تسمى حيكون فيهم كاع. هكا نكونوا كملنا لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. الى اللقاء.